تعمل ايه؟ بعمل زيك، بجلدك. هما مش بيقولوا كده بردك عنديكم يا مرات عمي ولا ايه؟ يعني مش فاهمة. يعني انتي كنتي بتتصنطي على الابواب وانا بفتش في الادراك. خالصين واحدة بواحدة. الظاهر ان الموضوع ده كده يعني وراثة في العيلة، تلاقينا كلنا كده بندور ورا بعض. تبت جليلة ادب. وعرفت منين؟ انت تعرفي ان انا ضمن عن اخواتي البنات كلها اللي معروف عني ان انا ما اتربيتش. اصل انا ابويا الله يرحمه وهو بيربي اخواتي البنات كنت انا نايمه فما لحقش يربيني. حتى امك وحياه امي وامك. لو انت ما كنتش لقيتي اللي يربيكي انا هربيك يا ريتال. طب وريني وريني يا جبريه هتعملي ايه؟ ده عشان تعرفي مقامك ومقام امك. وده عشان تعرفي كيف تتكلمي مع اسيادك. انت بتمد ايدك عليا؟ ايه ده بتزعقوا ليه؟ في ايه؟ في ايه يا ريتال؟ ضربتك بالقلم يا ماما. ان شاء الله تتضربي بطنك يا بعيده. قليله ادب تتكلم معايا عفش. عفش؟ هو في اعفش منك؟ يا وليه ده احنا من ساعه ما جينا هنا وانت بتتكلمي عفش وبتتعاملي عفش. انت عايزه ايه؟ اياك تتجوزي. ريتال. نعم يا عم. انت بتعمل ايه انت؟ مالكش صالح باللي بعمله. انت اخويا وبربيها. تربيها هناك في بيتك مش في بيتك. انت ما خبرش هي عملت ايه. وانت ما خبرش مراتك عملت ايه. سيبه عم سلام. قالت لك ايه جبريه؟ قالت لك ان احنا ضربناها؟ ما حصلش. انا كنت واقفه وشاهده على كل حاجه. دخلت المكتب ليه؟ عملت زي ما مراتك ما عملت. اسمها مراتك ولا مرات عمي يا متعلمه يا بتاعت المدارس؟ والله انا لو كنت لقيتها يعني مرات عمي زي ما انت ما بتقول كنت قلت لها. كنت بتعمل ايه في المكتب؟ دخلت المكتب يا عمي زي اي حد في البيت. هو ده مش بيت جدي برضو ولا انا بتهيألي؟ بعدين دخلت لقيت درج مفتوح وفي اوراق عيني جت عليه. هي لو انسانه طبيعيه كانت اعتبرت اللي انا فيه ده كله عادي، مش تمد ايديها عليا وتشتمني. روح يا عبد الحكيم، احنا كمان ماشيين ومش هنقعد. ويا ريت تقول لمراتك تبطل الحركات اللي بتعملها دي، الحركات اللي انتوا بتعملوها كلها. انا بجيب لك من الاخر. شهدت حيلك وطولك وجاي ترفع دراعك على بنتي. يا راجل ده اخوك عمره ما عملها، عمره ما داس على كرمة بنت من بناته. كان بيشيلهم فوق راسه شيل. بس عبد الله مات. مات يا عبد الحكيم. وانت جاي بعد ما مات عشان تضرب بنت عبد الله بالقلم. مراتك ودودت لك مش كده؟ قالت لك ان احنا ضربناها. جيت على ملا وشك عشان تاخد حقها. وعبد الحكيم ما بيسكتش على الحق ابدا. وانت عندك حق، عندك حق. محدش يقدر يلومك. ومش بس كده، انت لازم تاخد حقك كله من غير ظلم. ولو عايز تاخد حقك مني تعالى يا كبير اضربني. مدي يدك عليا زي يا كبير مالك حق. احنا كمان لينا حق عندك وهناخده مش هنسيبه.